ولمناقشة قضية إفلات إيران من القيود المفروضة عليها ومواجهة العقوبات، معنا من إسطنبول المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور وليد قدو. مرحبا بك معنا دكتور وليد. حياك الله أستاذ، أهلا وسهلا. هذا التقرير الجديد لصحيفة وول ستريت جورنال، إلى أي مدى يؤكد باعتقادك عدم وجود رقابة كافية على إيران لتنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة عليها؟ نعم يا سيدي، كل ما يقال حول هذا المحور وعن التهرب الإيراني من العقوبات والعقوبات المفروضة عليه من أمريكا والاتحاد الأوروبي وغيره ممن يدورون في فلك أمريكا، كلها كذب، محض كذب وافتراء، كلها للاستهلاك المحلي. العراق منذ ما يقرب من 40 عاما تقريبا، أمريكا ومن يدور في فلكها تهدد إيران وتضرب العراق. معروف يعني أن العراق قد ضرب مفاعله النووي عام 1981 شهر 7 في تموز، تم ضربه وكان لسه في بدايات تكوينه. إيران عندها قدرات عسكرية أكثر من العراق، ومع ذلك 40 عاما لم تمس بسوء، لم نسمع حتى الآن بأي ضربة أمريكية، ودائما يصعدون الأمور بين أمريكا وبين البوارج الأمريكية وبين السلاح البحري الإيراني، ولكن كما يقولون في المثل أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. فبالتالي هذا كله لعب واستهلاك محلي. الثالوث الصهيوني الأمريكي الإيراني كلهم أوجه مختلفة لعملة واحدة، لا يمكن أن تضرب إيران. هذا الكلام نحن نراقبه كمحللين ومراقبين سياسيين، نراقبه منذ 40 عاما لم تضرب إيران إلى الآن، وتتأزم الأمور إلى منتهاها ثم تحل بطريقة أو بأخرى. ماذا عن التحايل وعدم وجود رقابة كافية عليها؟ نعم يعني هذا مقصود أستاذ الكريم. يعني هل معقول تستطيع الصين كما جاء في التقرير هذا التقرير وفي غيره، الصين تستطيع أن تتعامل مع إيران من وراء الكواليس كي تساعد على التهرب من العقوبات؟ أمريكا تعلم بذلك، ولكن هي هذه الصحيفة الأمريكية التي نشرت هذا التقرير من باب ذر الرماد في العيون لكي يلمع إيران. هذا تلميع للدور الإيراني، كما أن هناك بعض الأطراف العربية تلمع إيران بطريقة أو بأخرى، يريدون تلميع وتجديد التعامل مع النظام الإيراني الذي أوشك على السقوط. الثورات الآن، الناس، النار يعني تضرم كما يقال تحت من وراء الكواليس، هناك ثورة عارمة، والنظام الإيراني والملالي، نظام الملالي في إيران آيل إلى السقوط، وبالتالي يتم تلميعه حتى يستفاد منه، ولكي يجعلون شماعة لكي يخوفوا به دول الخليج. إلى أي مدى سيد وليد؟ أبداً. إلى أي مدى تتحمل الأحزاب السياسية والميليشيات الموالية لإيران في المنطقة مسؤولية ما يجري، والسماح لطهران باستغلال البنوك كما يجري في العراق لغسيل أموالها؟ طبعا هي تتحمل، كل منها يتحمل بمقدار ما يعني يتعاون مع النظام الإيراني، كل منه له حصة، وغالبا هذه رشاوة تدفع من أجل أن يعني يطيلون، من أجل أن يطيلوا عمر النظام الإيراني. نعم هناك مسؤولية، كل من عند الحساب، عندما يسقط نظام إيراني سوف تتكشف الأوراق وتتكشف الأمور. يعني العراق لما تكون مفاعل نووي تبعه كان في بداية تأسيسه، لم يعني هو كان لسه في بداية تأسيسه، ضرب من أجل أن لا تكون هناك نواة يعني سلاح نووي لدى العراق، لأنه يخافون منه. لماذا هذه قدرات مضاعفة في إيران ولا تضرب؟ ويعني كيف إيران تتحايل؟ كيف الصين تتحايل؟ هل هناك شيء يدور في المنطقة بدون علم أمريكا؟ وإنما كما قلت التلميع وذر الرماد في العيون. نعم، هذا التحايل في بالعقوبات كيف أسهم بتنامي عنف وإرهاب الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة وزعزعة استقرارها؟ عفوا أنا الصوت لم يكن واضحا، لو سمحت. كنت قد تساءلت كيف ساهم هذا التحايل بالعقوبات في تنامي العنف وإرهاب الميليشيات الموالية لإيران وصناعة عدم استقرار في المنطقة. نعم يعني هم لما يريدوا أن يغطوا على هذا التحايل فيريد أن يفتعلوا أحداث هنا وهناك عن طريق حزب الله وعن طريق الأحزاب الموالية لإيران في المنطقة وداخل العراق،
يعني حتى داخل العراق الآن يعني يشيعون عن وجود يعني أعمال اقتصادية نفطية وتعاون لكي يتم تصدير النفط عبر 400 بئر نفط سواء كانوا في العراق أو في إيران، من أجل أن من خلال هذا الافتعال الاقتصادي والتجاري أن يتهربوا. ولكن حقيقة هناك أموال، يعني أمريكا ليست بحاجة، عفوا إيران ليست بحاجة لأن تتهرب حتى توفر دولار وتوفر عمرة صعبة لكي تستعين بها على أعمالها الإجرامية. تستطيع أن تدعمها المؤسسة الصهيونية والمخابرات الأمريكية، ولكن هذا قلت محض فقط تلميع للدور الإيراني. وبالتالي هذه الأحزاب الآن التي تعمل وتدور في الفلك الإيراني، هذه الأحزاب تحاول أن تغطي بهذه الأعمال وبهذا العنف وبهذا التصعيد الذي يفتعلونه من أجل أن يغطوا على ما تقوم به إيران، وأن إيران محاطة، وأن إيران طيب العراق لم يصمد 10 سنوات ودمروا العراق ودمروا وخلعوا الرئيس وغيروا النظام وحلوا الجيش العراقي خلال 10 سنوات، كيف إيران تصمد 40 سنة؟ كيف تصمد 40 سنة؟ العملة منهارة، الشعب يعني يغلي. يعني بالنسبة للإدارة الأمريكية، هل تتحمل الإدارة الأمريكية الجديدة مسؤولية هذا الفشل بتجميد منابع تمويل الميليشيات الموالية لإيران وفي تضييق الخناق الحقيقي عليها؟ طبعا تتحمل أمريكا، ولكن أمريكا من الذي يحاسبها يا سيدي؟ أمريكا هي القطب الأوحد في الآن بعد الحرب الأوكرانية الروسية. الروس كان يقال أن لهم يعني تعتبر دولة ثانية في العالم، قطب ثاني، ولكن الآن ثبت أن أمريكا هي القطب الأوحد في العالم، وبالتالي من سيحاسبها؟ من سيحاسبها؟ يعني يقول سنحاسب، ولكن عمليا أمريكا لا تحسب حسابا لأحد وتعمل ما تريد وتدعم ما تريد. الآن حزب الله أكبر مثال على ذلك، هو حزب إرهابي، لماذا لا يدون على قائمة الأحزاب الإرهابية في العالم؟ أبدا ليس، مع أنه كل الناس يشهد أنه حزب إرهابي. هذا ما تريد أمريكا، وبالتالي تغطي ما تشاء وتتعامل مع من تشاء، ولا يوجد لها أي حاسيب أو رقيب لها. نعم، تزايد نفوذ إيران بالمنطقة ألا يؤشر لضرورة بناء تحالف عربي دولي لمواجهتها؟ نعم، هذا ضرورة حتمية. لو فكر العرب بشكل منصف وحكام العرب بشكل عقلاني ومنصف، لابد أن يقوموا بهذا التحالف، لأنه لابد منه لكي يواجهوا الخطر الإيراني الزاحف. الخطر الصهيوني معروف، الكل يعرف أن اليهود والدولة الصهيونية وما يسمى بإسرائيل هي عدو للعرب والمسلمين. ولكن ما لا يعرف الجميع، ليس كل الناس يعتقدون أن الصهيون أن العدو الإيراني الصفوي هو عدو مماثل للعدو الصهيوني، وبالتالي لابد من توعية، لابد من حلف، لابد من ترابط. لأن إيران، لماذا أصلاً أبقيت إيران إلى الآن ولم تضرب وعندها أسلحة وكل فترة يكون في مناورات وهناك يقولون في مفاوضات وإلى آخره؟ هم يعرفون أن إيران يريدونها أن تبقى حتى تبقى فزاعة وحتى تبقى شماعة لكي يستطيعوا أن يأخذوا، يعني يبتزوا دول الخليج. شكرا لك دكتور وليد قدوة، المتخصص في الشأن الإيراني.